اللي ينزل يقول له تبع القناه شارع بين الحارات عشان ياخد العروض دي. ما شاء الله بص موجود منه بكميات. ده شكله. ودي كرتونه برضك 2 كيلو بخديجه نفس السعر هيبقى 245. اهي موجود منه بكميات ما شاء الله تبارك الله عند بخديجه اهو. ربنا يوسع عليه اهو. المقرمشات ابو خديجه. المقرمشات طبعا من 95 خليناها احنا اول ما جبناها 90. ايوه هنقول 88 برضو. كرتونه 2 كيلو ب 88 جنيه. لا عشان خاطر القناه. عشان خاطر القناه. هنقول 88. 88 اي طعم. احنا عندنا ب 88. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم معانا قناه شارع بين الحارات. قبل ما نبدا نقول صلى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ان شاء الله جاي لكم كده من عند ابو خديجه الاسعار كلها جديده ان شاء الله للعيد باذن الله. اهو معانا فيديو هيبقى قوي جدا وهنقول لكم هيفتح امتى ان شاء الله باذن الله بعد العيد ان شاء الله. ابو خديجه عايز كده على الناس هتفتح امتى ان شاء الله بعد العيد. كل سنه طيب كده الاول. طيب كل سنه والناس كلها وامة مسلمين اجمعين ان شاء الله طيبين بخير مبارك بامر الله على الناس يا رب. انا عليك يا رب. هتفتحوا امتى ان شاء الله؟ الاثنين اللي بعد العيد. هو ان شاء الله الاثنين اللي بعد العيد. طبعا الناس اللي متابعاني او الناس اللي متابعه عارفه اللي هو فاتح في البيت عنده في بيته يعني في بيتي برضو لو عايزوا حاجه انا موجود. ايوه مش هقول لحد لا يعني. طبعا يعني لو حد عايز حاجه نزل حاجة. لو حد طلب اللي هو مثلا حد يطلب منه اوردر الشحن هيبقى واقف طبعا عشان خاطر الشركات كلها واقفه واجازه طبعا. كل سنه وانت طيب عشان عيد. معانا طبعا حاجات التوفي كلها والعسليه حاجات العيد كلها ما شاء الله تبارك الله. احنا اتكلمنا على دوت كان الفيديو اللي فات ب 95 جنيه. ب 95 جنيه تمام. الحبايه الفراوله اهي والحبايه دي ب 100 جنيه. دي الحبايه دي كده ب 95 جنيه اللي هي دي ب 100 جنيه. ودي ب 100 جنيه. دي مصنع وده مصنع. ده مصنع وده مصنع. ماشي. ده نفس الكلام اهو. ده بكام؟ ده ب 100 ودي ب 95. ده بيعمل عدد اكتر من ده. لو ده 350 ده يعمل 400 وشويه. ده يعمل 400 وشويه. ده برضه نفس المصنع بتاع ده. نفس المصنع. ده 95. 95 حلو قوي ما شاء الله. ماشي معانا ايه تاني يا ابو خديجه؟ تمام. وعندنا الكولا ديت. كولا ب 100 جنيه. ب 100 طبعا بقى. حاجه بقى من ايه اللي هو القطن بتوع زمان الحاجه الجميله. حاجه حلوه. اللي هو عسل. كل ده حاجات العيد طبعا. تم برضه. الحاجات دي في المقلة بتتجاب باسعار خياليه عشان بس الصراحه هنا بتتباع الحاجات دي. ودي ب 100 جنيه الجمله هنا ما شاء الله. ب 100 جنيه. ب 100 جنيه. بص دي كراتين اهي. كراتين ما شاء الله برضك بسكوت اهو ما شاء الله تبارك الله. اهو القهوه 110 والكير بس ب 110. الكير 110 والقهوه 110. هي غاليه لحد ما نظبط ان شاء الله السعر بتاعها. نظبط سعرها ان شاء الله. في نوجه زي كده ب 80. حلوة في نوجة زي كده ب 110. ب 110 النوجة دي حلوة قوي طعمها جميل جدا جدا جدا. العسلية دي يا ابو خديجة. العسلية ب 80. ب 80 حلوة قوي ما شاء الله. ماشي. كل ده انا المطلوب مش فاكر بس. ده معانا البولة اهي برضك. البولة ب 150 جنيه كيلو. ب 150 كيلو ما شاء الله. طبعا هنقول 145. هنقول ب 145 نقول للقناة حلوة قوي. الميجا طبعا وصلت 180 و190 احنا زي ما احنا 170 عشان القناة. الميجا وصلت. الحاجات دي ما شاء الله تبارك الله والله بجد عن تجربه حاجه نظيفه جدا وكويسه جدا شغل ابو خديجه حاجه كويسه. بكام ده؟ 130 الفاستر. الفاستر ده 130. 130 بالقطعم والاشكال كلها بتاعته. بص في حاجات كتير ناقصه بس ان شاء الله باذن الله باذنك يا رب بالليل اللي هينزل بكره هيلاقي الفرشه حلوه جدا ما شاء الله تبارك الله عند ابو خديجه. احنا بس طبعا ما شاء الله بيفرش. في سحب الحمد لله الشكر يا رب. الفيديو اللي قبل ده مباشره لو بصيتوا على الفرشه هتلاقوا في فرشه دي كانت ما شاء الله تبارك الله حلوه جدا. ربنا يوسع عليه ويرزقه يا رب العالمين عشان هم من الناس المحترمه جدا بتعامل الناس بكل ثقه بامانه. وشكرا يعني بشكرهم عشان انا بيجي لي كومنتات بجد بامانه كتيره جدا عليهم. ناس محترمه ابو خديجه واحمد ومحمد والناس اللي واقفه هنا ناس محترمه قوي وبالاسعار يعني بجد فعلا. الناس اللي هو بيقول عليه ابو خديجه اللي هو بيقول عليه فعلا ابو خديجه واحد بس. واحد بس فعلا اللي هو بيقول عليه بينزل اي حد متابع القناه بينزل يلاقيه يعني. الاسعار بكام ده؟ ده عامل 150 هو والشوكولاته 150 ديت والتشكيله ديت. التشكيله دي 150. دي 150 الشوكولاته دي اقسم بالله الشوكولاته دي طعمها تحفه 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 جميله جدا 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 يعني ما شاء الله تبارك الله. حاجه دي عيد وهنا يعني انتظروا فيديو هيبقى قوي ان شاء الله. شكل السمكه ده شكل جديد اهو. شكل السمكه بالجبنه حاجه جميله طعمها حلو قوي. المقرمشات الكيلو بتاعها بكام من ده؟ انا ببيع كيلو قطعه كده 60 جنيه. كيلو قطعه ب 60 جنيه. كرتونه بعمل كيلو بعمل كيس كيلو الربع. ايوه مشكل ب 45 جنيه زي الاول والفيديوهات الاولانيه. ب 45 جنيه حلو. الكرتونه دي كانت عامله 85. الكرتونه دي على ايه؟ 85 عاملها عرض بقت ب 80. الكرتونه 2 كيلو. 2 كيلو بالكرتونه بدل كام بتقول؟ بدل
85 بقت 80 بدل 85 ب 80 عشان داخل يعدوا القناه حلوه قوي. احنا عايزين نقول معانا التلج اهو بردك عند ابو خديجه بردك عشان العيد اهو ما شاء الله تبارك الله حلو جدا. كام ابو خديجه التلج ده؟ ده ب 205 بس. في 205 عشان خاطر القناه 210 هو 210 هيبقى 205 عشان خاطر القناه حلو جدا حلو قوي قوي ما شاء الله يعني حلو جدا اهو. ده بدل 210 205 للقناه التلج كله موجود يعني الواحده واقفه جايه ب 17 جنيه ونص تتباع ب 25 جنيه حلو قوي ان شاء الله. معانا تشكيله بقى من لوليتا ما شاء الله تبارك الله حاجه فيها مكسب صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام فيها مكسب حلو قوي 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 ما شاء الله يعني اهو هيفتح لنا بص ابو خديجه ما شاء الله حاجه كويسه قوي لوليتا دي كرتونه ب 40 جنيه ب 40 جنيه فيها ثلاث اكياس كل كيس ب 20 حلوه قوي حلوه قوي 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 يعني ادي التفاح وادي الفراوله ثلاث الوان احلى من بعض ما شاء الله واحده عشان جنيه واحده عشان جنيه يعني فيها 20 يعني فيها مكسب 20 جنيه كرتون يعني ده المكسب اهو هنقول ده المكسب وده حق الكرتون حلوه قوي ما شاء الله تبارك الله لوليتا كرتونه ب 40 جنيه فيها 60 واحده حلوه قوي ما شاء الله تبارك الله مارشميلو القلب جبناه مارشميلو القلب 110 110 التشكيله الجديده والالوان الجديده ارفع ابو خديجه ال السلام ايوه بكام ده ابو خديجه؟ 110 ب 110 ده الكرتونه كام؟ الكرتونه 4 كيلو 4 كيلو حلو قوي ما شاء الله يعني عامله 440 لا يا عم هنقول 430 بس 430 عشان خاطر القناه بدل 440 حلو قوي ده ايه مارشميلو برضك ولا ده ايه؟ مارشميلو مغلف مغلف ايوه الكرتونه اللي انت بتسال عليه مارشميلو اهو ما شاء الله تبارك الله حلو قوي اهو يا باشا بكام ده؟ 125 بدل 130 125 بدل 130 حلو قوي الكرتونه دي قد ايه؟ كام كيلو؟ الكرتونه 2 كيلو 2 كيلو يعني 250 جنيه 250 معانا اهو البرشميل احنا قلنا طبعا ده شكل ايه ده شكل؟ ده شكل العروض طبعا شغاله عند وده شكل ثالث اهو لسه نازل جديد اهو ان شاء الله ده الكيلو احنا بدات بيبيع 130 للقناه ب 125 جنيه الكرتونه 2 كيلو 250 ب 250 جنيه 245 بس كمان ب 245 الكرتونه يعني كتر الف خير كرتونه كده 2 كيلو 245 بس شرط اللي ينزل يقول له تبع القناه شارع بين الحارات عشان ياخد العروض دي ما شاء الله بص موجود منه بكميات ده شكل ودي كرتونه بردك 2 كيلو ابو خديجه نفس السعر هيبقى 245 اهي موجود منه بكميات ما شاء الله تبارك الله عند ابو خديجه اهو ربنا يوسع عليه اهو المرمشات ابو خديجه المرمشات طبعا من 95 خليناها احنا اول ما جبناها 90 ايوه هنقول 88 برضو الكرتونه 2 كيلو ب 88 جنيه ده عشان خاطر القناه عشان خاطر القناه هنقول 88 88 اي طعم احنا عندنا ب 88 وعندنا الكرتونه الصفراء اللي عملنا ب 80 ب 80 جنيه ب 80 جنيه حلو قوي ما شاء الله تبارك الله بشرط اللي ينزل يقول له تبع قناه شارع بين الحارات عشان ياخد معانا العروض دي ما شاء الله تبارك الله ايوه 75 واحنا خليناه 70 70 طب ابو خديجه بيقول 65 بس يا عم 65 ابو خديجه بيقول 65 لا انت كده دمرت الدنيا يا ابو خديجه ابو خديجه بيقول لك 65 ده كده الكيلو 65 بدل 75 65 للقناه اهو 65 شكل الشكل دوت بيعد 660 حبايه ب 100 جنيه بدل من 120 بدل 120 ب 100 جنيه بدل بيعد كام حبايه بتقول؟ 660 حبايه 660 حبايه ما شاء الله نوعين هما نوع بالنعناع ونوع فراوله المصاصه ديت ب 70 واللي هيجي ساعه القناه يقول اقول له 65 ساعه القناه 65 تبع القناه محمد الاسعار دي عشان تبقى انت اللي واقف 65 يلا 65 تبع القناه ايوه المصاصه دي كام؟ الكيلو بتاعها هنقول بدل 85 80 بدل 85 ب 80 35 قطعه 35 بكلم ب 175 جنيه القطعه ب 5 جنيه بره بتتباع ب 10 حلوه قوي بره بتتباع ب 15 وفي ناس 7 ونص اه حلوه 5 جنيه في ناس بتعمل كده في ناس بتعملها على تابلو في ناس بتحطها في القفص بتاعها ما شاء الله في شكل حلو في ناس بتعمل فيها افكار حلوه قوي ما شاء الله تبارك الله 80 جنيه ده السوبين الصيفي الصيفي الكبير الكبير حبايه كبير خلينا ب 80 جنيه من بدل 100 ولا 90 ولا اي حاجه 80 جنيه بس 90 خلينا ب 80 جنيه 80 جنيه ما شاء الله الشيكابون 70 جنيه الشيكابون ب 70 جنيه واللي هياخد 5 كيلو على بعض هحسب له 65 جنيه 5 كيلو على بعض ب 65 جنيه خد كيلو ب 70 جنيه حلو قوي تمام الجيلي الجيلي كولا
الكيلو ب 150 ب 150 وفي الكيس على بعض 135 جميع الاطعم والاشكال ب 135 جميع الاطعم والاشكال. طبعا احنا برضو عاملين عليه عرض ده لان هو 145 في الشارع ب 145 في الشارع مالناش دعوه الشارع. احنا بنتكلم في ابو خديجه بيقول لك 135 جنيه 135 جنيه 135 جنيه ما شاء الله تبارك الله. كان مصري المارشميلو ابو 110 اللي احنا لسه هو مصورينه بعديه كده عبوه كيلو ده كيلو كده حفظا على اي حاجه طبعا ان شاء الله حلو قوي. الناس بتاخده بكله وتعمله ما شاء الله اشكال قلوب تبقى شكله حلو قوي. بكام ده؟ ده 110 كيلو على بعض 110 كيلو على بعض. المصيصه دي جت عشان جنيه ونص ب 55 فيها 50 قطعه تلم 75 جنيه عشان بس جنيه اللي عاملينها ناس سوريين حاجه عايز اقول لك روعه. حلو ما دوقتش زيها حلوه قوي ما شاء الله. في منها تاني الكبيره بتاعتها ديت ب 75 هي الوصول عشان تلم 100 75 عشان تلم 100 لو كده احنا لو بعنا ب 2.5 هيبقى احلى لان هي تستاهل اكتر من 2.5 وتستاهل اكتر من 3 طعمها جميل حلو قوي ما شاء الله يعني تلم 125 جنيه 125 يبقى مكسبها 50 جنيه مكسبها 50 جنيه حلو قوي ما شاء الله. دي اهي ما شاء الله الكندي اهو ما شاء الله برده كله دي وجهه ابو خديجه اهي اهي العين اهي ما شاء الله العيون اهي بكام؟ ب 105 احنا ب 100 بقى تبع القناه 100 بس ب 100 بس في عد ايه؟ فيها كام 30 35 35 5 زياده يعني حلو قوي ما شاء الله. بص في كل حاجه هنا ان شاء الله كنا بنقول المصاصه ده من 75 خلينا 65 اهو من 75 ل 65 حلو قوي ما شاء الله تبارك الله. الناس دي ان شاء الله هنفتح يوم الاثنين واللي عايز حاجه برضك لو كلم ابو خديجه هو هينزل يديله عشان ابو خديجه قاعد في قلب البيت اللي فيه المشروع اللي هو فتحه ده يعني في قلب بيته.